يوم أسود عاشته الأسواق العالمية عقب فوز معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بورصات باريس ولندن وفرانكفورت سجلت تراجعا كبيرا في تعاملات هذا الجمعة لأكثر من 7% لتتكبد أكبر خسائرها اليومية بنسبة مئوية على الإطلاق. كما تكبدت أسهم الشركات المالية أكبر الخسائر في موجة الهبوط، إذ هو مؤشر أسهم القطاع المصرفي الأوروبي بنسبة 14.5%، ونزل مؤشر أسهم شركات التأمين الأوروبية إلى 12.8%.